لحد من سنة كانت حياتي طبيعية جداً، عشت في أحسن مكان في الوجود، بروكلين. يا سلام، أنا أسرتي هادية جداً، بحب العلوم وبحب الأبطال الخارقين. بس كل حاجة اتغيرت لما بابا مات في انفجار مبنى البلدية. أنا ما صدقتش إنه مات، بس بيتر باركر وعمته ماي كانوا جنبي، وكمان سبايدر مان، واللي اكتشفت بعد كده إنه بيت جنان، صح؟ ولما بدأت أزمة ديبلز بريث الدنيا باظت، وكأن كل الأشرار اللي ضد سبايدي منتشرين في كل حتة. أنا عملت اللي عليا، وبعد كل ده صدقوا أو لأ عضني عنكبوت وبدأت أتغير. ما كنتش عايز أقلق ماما فروحت البيت، ودلوقتي بقينا الأخين سبايدرز. كان بيدربني، وبعدها أنا بقيت هايل في المرجحة بالشبكة بتاعتي. أنا لسه بتعلم أوفق بين الالتزام وبين كل حاجة تانية في حياتي، مدرستي وصحابي وبيتي الجديد. أنا نقلت الهارلم من كام أسبوع، بس أقول لكم حاجة، أنا متحمس فعلا أعرف المستقبل مخبي لي إيه. شكرا يا صاحبي. عفوا. ده جميل جدا. هساعدك. شكرا. تمام. الولد؟ ممكن، بس الأصلي المفضل ليا. ايوه فاهم. صحيح، هو محل التيو قريب؟ ايوه، علامة صفرة عند المبنى، هتشوفها. شكرا. شغل حلو قوي. وسيب مساحة للعنكبوت الجديد، احتياطي. موكب.